تسجل العديد من الصيدليات نقصاً كبيراً في بعض الأدوية، والمثير للجدل أنها أدوية مصنعة محلياً، حقيقة يدفع ثمنها المواطن الجزائري الذي يجد نفسه يتنقل من صيدلية لأخرى. كان دواء بزاف اللي مخصوصين كما نقولوا، كما هذا السيكلابول هذا شاك فوا يروح بنادم الفرماسيان يقول له بلي ما كاش ويحوس بيد ما يسيبو. ماشي تاع الخارج دي ميديكامون تاع هنايا او من ناقص 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 الكميه، كيما باغ اكزومبل لو كان نقول لك سورتو تاع صيدله كيما لاموكسيبين كيما لو بارالغون. Donc on a toujours un grand stock, la vérité, parce qu'il n'y en a pas. Des fois, il n'y a pas la quantité. مشاكل تواجهها المخابر المحلية تنعكس سلباً على سوق الصيدلة هي التفسيرات التي تبرر غياب هذه الأدوية المنتجة محلياً. اليوم البروديكتور هو اللي راهو يدير لا لوجيستيك. نورك ماشي خدمته، يعني بروديكتور نورمالمون يلقى المواد الاوليه قدامه، يلقى اليوم تحبس له ماشينه لازم يروح لاوروبا ولا الهند باش يشريها. واليوم الصناع تاع الماشينات ولا اللي يخدموا لي ماتير بريمير ما راهمش في الجزائر، خاطر ليكزونيراسيون تاع لي دروا ما يعطوها لهمش ويعطوها غير للبروديكتور. اليوم اذا حبينا نشريو الكول فارماسوتيك كاين شركة واحدة تاع الدولة تبيع لالكول فارماسوتيك وما نقدروش نشريوه، يعني نشريوه افيك دي ديفيكولتي. بالإضافة إلى النقص الفادح في الأدوية المصنعة محلياً، تسجل الصيدليات نقصاً في الأدوية المستوردة، مما يدفعنا للتساؤل عن مدى ضبط استراتيجية تسيير سوق الأدوية بالجزائر.